السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعار سيارات اليوم 25 فبري 2021. خوتي جبنا لكم السيارات اللي وضحتهم لنا في التعليق. خويا وليد إن شاء الله تعجبك، تروى صويتين جبت لك واحدة اليوم صبتها لك. خوتي اللي خصته أي سيارة يوضح لنا في التعليق نجيبوها له بحول الله. نبدأ مع السيارة الأولى على بركة الله، شفرولي أفيو لاني 2006 طاقة غاز المحرك 1.85 شوفو. اللون رمادي فضي، كارتغري صافية، المواصفات كليماتيزاسيو وجهاز انذار نوافذ الكتريك. خوتي هذه السيارة طاولو 79 مليون، موجودة في عين الدفلة. خوتي قراو البطاقة التقنية منها قبل ما تعيطو المولاه. شافرولي افيو لاني 2005 طاقة بنزين المحرك 1.5 ماشي 400 ألف، كارتغري صافية، المواصفات كليماتيزاسو ابياس، رادار خلفي، جهاز انذار، فيها صبيغة في الليل والباب كوتي شوفور، عطاولو 65 مليون. خوتي هذه السيارة موجودة في البليدة. خوتي قراو البطاقة التقنية منها قبل ما تعيطو المولاه. شافرولي افيو لاني 2005 المحرك 1.4 ماشية 840 ألف، اللون رمادي، كارتغري صافية، المواصفات كليماتيزاسيو ابياس، جهاز انذار، نوافذ الكتريك. خوتي هذه السيارة مولاها رايقوس 76 مليون وفيها مساعدة. خوتي هذه السيارة موجودة في القليعة في بازا. قراو البطاقة التقنية مليح خوتي قبل ما تعيطو المولاه. بيجو 206 لاني 2004 الطاقة بنزين المحرك 1.4 75 شوفو ماشي 400 ألف، اللون أحمر داكن، كارتغري صافية، المواصفات كليماتيزاسيو، أنتي بريار، جهاز إنذر، جندرياج، نوافذ إلكتريك. خوتي هذه السيارة طاولو 56 مليون، موجودة في مزايا بليدة. خوتي قراو البطاقة التقنية مليح قبل ما تعيطو المولاه. بيجو 308 لاني 2008 الطاقة مازوت المحرك 1.6 90 شوفو اتش دي، اللون اسود، كاتيجوري صافية، المواصفات كليماتيزاسيو ابياس، انتي بريار، جهاز انذار، نوافذ الكتريك. الموتور مليح، ما يسخن ما ينقص. السعر مولاها راه يقول عطاولي 81 مليون وما راهيش بعيدة. خوتي هاد السيارة موجودة في سطيف العلمة. خوتي قراو البطاقة التقنية مليح قبل ما تعيطو المولاه. نيسان سوني لاني 2015 الطاقة غاز المحرك 1.5 سون شوفو ماشية 140 ألف، اللون رمادي، كارتغري صافية، المواصفات كليماتيزاسيو ABS، نوافذ إلكتريك، زيرو بانتور، الغاز دورجي، لاميزون، عطاولو 145 مليون. خوتي هذه السيارة موجودة في بومرداس. قراو البطاقة التقنية مليح خوتي قبل ما تعيطو المولاه.